قلنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. انا حرامي سمح الله. انا النهارده مع شبيه محمود المليجي. مؤمن؟ ظهر مؤمن. احكي لنا مؤمن، هل انت فعلا قريبه زي ما بعض المواقع قالت؟ انا ليس لي علاقه بعيله الاستاذ محمود المليجي، لا هو جدي ولا انا حفيده كلها. يعني انا صرحت قبل كده بس قلت كفنيا هم فهموها وراثيا وانا ماليش علاقه بالموضوع ده، بس انا هكمل مسيرته الفنيه. احكي لنا عنك، انت عندك كام سنه؟ اسمك الحقيقي ايه؟ بدات ازاي مع التمثيل؟ انا اسمي اساسا مؤمن الفقي، عندي 41 سنه، خريج اعداديه زي ما انا صرحت قبل كده، وبحب الفن. اشتغلت في كل انواع الفن، اشتغلت مسرح مع الفنانه فيفي عبده في روايه روايح سنه 2007 على مسرح فاتنة رشدي الكوميدي، مع الأستاذ حسام الدين صلاح مسرحية يا ماما بيضة، مسلسل قضية رأي عام الحلقة السابعة كنت عامل دور أهوجي يعني، وعلى أصل ثقافة البدرتين اشتغلت في أعمال جديدة كتير. يعني اكتشفت الشبه بينك وبين الفنان محمود المليجي امتى؟ يعني اللي هو السنة اللي فاتت دي 1/12 كده، قلت لا بقى لازم اطلع الطاقة اللي جوايا، ولازم انا شبيه المليجي، مفيش شبيه المليجي غيري. يعني في كتير بيطلع على التيك توك وعلى المنصات ان ده اللي انا شبيه المليجي وبيحاولوا يقلدوه، لا انا شبيه المليجي. مؤمن المليجي هو واحد بس، مفيش غير بيشبيه المليجي. احكي لنا عن الحلم من اللي جالك من الفنان محمود المليجي، فعلا انت حلمت بيه ووجه لك رسالة؟ قال لي يا مؤمن انت لازم تكمل مسيرتي يا مؤمن الفنية، وان شاء الله هكملها، هكمل المسيرة في فيلم رصيف نمر 5 المعلم عرفان ومحمد سويلم فيلم الارض وكل حاجة، وان شاء الله انتظروني في فيلم مليجي زمان من اخراج الاستاذ مجدي سعد، ومعايا حبيبي الاستاذ احمد فرحات نجم الزمن الفن الجميل. ابويا منور فنان حبيبنا مؤسي او مليجي الفقي، هو هيكمل مسيره مليجي لان متقمص روح مليجي، وهيحاول يعمل افلام كتير بالمليجي. المليجي 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 يستاهل، فنان جميل جدا المليجي. ربنا يخليك يا فنان. عاوزين مشهد ليك للفنان محمود المليجي. اي فيلم ولا اي فيلم انت عاوزه؟ محدش مرمي في البلد دي قال للمكوي فيها. اتفضل يا شيخ حسونه، ادي عبد الهادي وادي محمد وادي دياب وغيرهم وغيرهم. نقول بكره تتعدل؟ نقول الصبر طيب؟ واللي يقول كلام واللي ما يعرفش يقول ايه؟ بقينا عايشين في كلام، كل حياتنا بقت كلام في كلام في كلام. لو سمحت يا فندي الكرسي ده بتاعي انا متأسف، تسمح تقول لي نقعدوا فين؟ مش ضروري تقعد. الحاجات دي لازم تتشال من اني حرامي سمح الله. نشيل حاجات ما نملكهاش ازاي؟ صاحبة البيت، صاحبة الشأن، بتقول ايه؟ بنقول المغرم صبابة، بنيجي نزور نبوس الايادي والخدود وناخده بعدنا ونروحه. اسمع ما اقول لك. ها؟ كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. الارض العطشانه هنا، الارض تشدوني دلوقتي ولا المليجي هيكمل المسيره كلها. انتظروا في مفاجاه كبيره قوي قريبا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استوب بقى يا عمو.